السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالجميع. النهاردة بس هنتكلم في معلومة بسيطة كده عن خدعة الملفات أو خدعة الاختبارات المزيفة. يعني إيه خدعة الاختبارات المزيفة؟ يعني في الفترة الأخيرة بدأ يجي نماذج اختبارات كتيرة جدا، مثلا 118 116 120 23 وهكذا، ومع ذلك برضو بدأت تنتشر بعض الملفات اللي بتحمل نفس الأرقام اللي هي 113 16. عامة معظم النماذج اللي هي أكتر من 100 معظمها غير صحيح. وعشان تأكد إن الاختبار صحيح قبل ما تبدأ تذاكر وتضيع وقتك، حاول تشوف الاختيارات. هل الاختيارات A B C D، يعني على عندك في النموذج اللي عندك، هل موجود أربع اختيارات؟ هل ترتيب الأسئلة من 1 لـ56 استماع مثلا عادي ومحادثة عادية، أو واحد بس يتكلم، ومن 56 إلى 66 في محادثة بين شخصين اللي هي conversation between two people؟ لو اتأكدت ان الملف اللي معاك في نفس الشكل دوت او في نفس الآلية دي، فهو ده ملف صحيح. ولكن يجي لك يقول لك مثلا من 1 إلى 40، من 50 إلى 60، مش عارف كذا، كل الملفات اللي هي زي كده بتكون في الأغلب ممكن تكون نماذج أخرى يعني، ولكن هي ليست المعتبرة أو ليست المعتمدة هنا اللي احنا بنختبر بها هنا. فلذلك عشان ما تضيع وقتك في المذاكرة في شيء وفي الأخير يطلع أن هذا الشيء غير صحيح، حاول تتأكد قبل ما تبدأ في المذاكرة من النموذج، هل النموذج صحيح ولا غير صحيح. بالتوفيق.